خرج الحسين من مكة قاصدا أرض العراق، حاول منعه كثير من الصحابة ونصحوه بعدم الخروج. لماذا؟ لأنهم يحبونه. وكان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق. هل جلس في بيته أم لحقه؟ بل لحقه على مسيرة 3 ليال. فلما أدركه قال له: أين تريد؟ قال: العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. الحسين رضي الله عنه غرر به، قال له ابن عمر: لا تأتهم لا تأتهم. فأبى أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. مضى الحسين إلى الكوفة. ومضيت حسين إلى سفر، والأمة أرقها السفر. فلا إله إلا الله، فلكأني أنظر إلى تلك الزمرة، ولكأني أنظر إلى ذلك الجمع المبارك. فيهم من؟ فيهم أطهر من ولدتهم أمهاتهم، وعلى رأسهم الحسين رضي الله عنه. ومضيت حسين إلى سفر، والأمة أرقها السفر. وقفت تثنيك بلا جدوى، ودموع الصحبة تنحدر. ومضيت حسين إلى سفر، والأمة أرقها السفر. وقفت تثنيك بلا جدوى، ودموع الصحبة تنحدر. ساروا في ركبك أياما، أملا والحب له صور. وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر. وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر. وخرجت لتحيي أمتها، وهناك يسابقها القدر. ومشيت تلاحظك الدنيا، وفؤاد الأمة يستعر. وخرجت لتحيي أمتنا، وهناك يسابقها القدر. ومشيت تلاحظك الدنيا، وفؤاد الأمة يستعر. في ركبك سار أبو بكر والزينب فيهم والعمر. زمر كالصبح جلالتها، هم نور الأرض المنتشر. زمر كالصبح جلالتها، هم نور الأرض المنتشر. لم تدر بأنك محصور، ورعاع الكوفة قد غدر. أعطوك عبودا وذمارا، وحبال الخائن منبتر. لم تدر بأنك محصور، ورعاع الكوفة قد غدر. أعطوك عبودا وذمارا، وحبال الخائن منبتر. باعوكم من ثمن بخس ممحوق، والعقبى سقر. ومضيت حسين إلى سفر، والأمة أرقها السفر. وقفت تثنيك بلا جدوى، ودموع الصحبة تنحدر. ومضيت حسين إلى سفر، والأمة أرقها السفر. وقفت تثنيك بلا جدوى، ودموع الصحبة تنحدر. ريحانة المصطفى.